الفتره الاخيره يعني هطلع بره الكوره وبره مشوارك شويه اشرف، بس انت في الاول والاخير اهلاوي وبالتاكيد منتمي طبعا للكيان. الفتره الاخيره كان في عدد كبير جدا من الانجازات، يعني احنا كنا لسه بنتكلم على محطه الاهلي في شكلها الجديد من ايام بسيطه، افتتحنا استاد الاهلي والسلام، النهارده بنشوف افتتاح جديد في مدينه نصر. رايك ايه في اللي بيحصل؟ الطفره والتطوير في العمليه الانشائيه في النادي الاهلي الحقيقه ماشيه بشكل رائع جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني مجلس اداره وكاف كابتن محمود خطيب طبعا يكون في النادي الاهلي ليه استاد بقى ان شاء الله، يعني بدينا الخطوات ان شاء الله ده حلم كل الاهلاويه يعني، وانا احد مشجعي طبعا النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل الفتره اللي جايه. التطوير الرائع في شكل واداء وقيمه قناه النادي الاهلي والمحتوى الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي الفتره الاخيره، الشكل الرائع لكل مقدمي البرامج في النادي الاهلي الحقيقه شكل مميز جدا جدا وشيء مرضي جدا لكل الاهلاويه، اللي كنا بنتمناه ان شاء الله ابتدى يتحقق، وده بشهاده الجميع على فكره. انا ليا اصدقاء من نادي الزمالك ومن كل الانديه بيشيدوا بالطفره دي وبيشيدوا باداء قناه النادي الاهلي الفتره الاخيره. الحمد لله ونتمنى ان شاء الله وبنوعد كمان انه نقدم افضل. خلينا